رغم تشديد العقوبات الأمريكية على إيران، تواصل تركيا تحدي الولايات المتحدة عبر طلب كميات إضافية من الغاز الإيراني. تحاول تركيا وإيران الالتفاف على الاستثناءات التي منحتها واشنطن لبعض الدول من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني لمدة 6 أشهر والتي تنتهي الشهر المقبل. معنا الآن من واشنطن الباحث في برنامج الدراسات التركية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الدكتور أمر الله أوسلو. دكتور أمر الله، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. إذا تركيا تطلب المزيد من الغاز الإيراني، إلى أي مدى تخاطر تركيا بهذه المسألة بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران؟ قبل أن أتي إلى هنا فإنني قد تأكدت إذا كان هناك بيان من الجانب التركي. كما تعرفون فإن هذا جاء من الإيرانيين، ولكن لم أرى أي بيان رسمي من الجانب التركي يؤكد ذلك. ولكن بكل تأكيد توقيت هذا البيان مثير للاهتمام، وحينما ننظر إلى كل هذه التوقيت وهذه البيانات نرى بأن الاتفاق والمحادثات بشأن الاتفاق بين تركيا وإيران كان دائما أكثر من فقط اتفاقا للغاز. تركيا وإيران كانت دائما تستعملان هذا الاتفاق للغاز ليكون أكثر لمصالح استراتيجية. حينما ننظر إلى اتفاق إلى مثلا إدارة أوباما ومثلا العقوبات التي كانت في 2009 و2010 فإننا رأينا أيضا بيانات مماثلة من الجانبين. وفي ذلك الوقت المسؤولون الأتراك والمسؤولون الإيرانيون وقعوا على مذكرة تفاهم للتعاون على مثلا حقل فارس للنفط أو للغاز، وطبعا لم يتحقق أي شيء منذ ذلك الوقت. الآن مرة أخرى حينما يكون هناك عقوبات تفرض من إدارة ترامب فنرى نفس المنحة ونفس الأشياء، نفس البيانات تأتي من المسؤولين الإيرانيين، ويظهر بأنهم يستعملون هذه البيانات ليظهروا بأن لديهم نفوذا ضد طبعا منافسيهم وأعدائهم، ومن بينهم الولايات المتحدة والدول الأخرى التي عليها أن تتبع وتحترم العقوبات الأمريكية. ولكن مع قولي لهذا، هل تركيا ستشتري الغاز الإيراني؟ نعم، أنا أعتقد ذلك بالنظر إلى أن تركيا والولايات المتحدة وعلاقتهما الآن قد ساءت. فلدينا مشكلة مع نظام الاس 400 الروسي، وأعتقد بأن هذا الاتفاق سيعقد حتى نضمن بأنه إذا كان هناك أي مثلا تقارب مع الولايات المتحدة فإن تركيا ستحصل على أشياء كثيرة من الولايات المتحدة، وإلا فإن هذا يقول أو بأنه إذا الولايات بأن تركيا لن تحصل على أشياء كثيرة من الولايات المتحدة إذا ابتعدت تركيا عن إيران وروسيا. وتركيا الآن تقترب أكثر فأكثر من إيران، طبعا هذا يشكل خطرا على أمن الناتو وأمن الولايات المتحدة، وهذا هو البيان الذي سنرى الكثير منه من الجانبين. طبعا كما أشرت حضرتك دكتور أمر الله، يعني إيران هي التي أعلنت أنه تركيا طلبت مزيد من أو صفقات جديدة لشراء الغاز الإيراني، ولكن تركيا من جهتها يعني ومنذ فترة طويلة تقول نحن لدينا عقود لشراء الغاز الطبيعي من إيران لمدة تتراوح بين 5 أو 6 سنوات. وكانت قد أشارت حينما أعلن عن العقوبات الأمريكية بأن تركيا ستواصل استيراد الطاقة من إيران برغم هذه العقوبات. إلى أي مدى تركيا مستعدة أن تواجه تبعات انتهاك هذه العقوبات مع الإدارة الأمريكية؟
في الحقيقة هذه ليست المرة الأولى التي انتهكت فيها تركيا العقوبات. تذكروا مثلا قضية تاجر الذهب الذي انتهك عقوبات أوباما، والآن طبعا يواجه السجن الآن في محكمة بنيويورك. وتركيا قالت أو زعمت بأن هناك أموالا كبيرة حصل عليها من الرشاوى بالتهرب من العقوبات. بالنسبة للمسؤولين الأتراك بكل تأكيد ليس هناك أي تطور، ولكن السؤال هو ما إذا كانت إدارة ترامب ستعاقب المسؤولين الأتراك على ما فعلوه. حينما ننظر إلى إدارة ترامب وخاصة العلاقة بين دونالد ترامب وإردوغان، فإنهما قد أقاما علاقة جيدة بينهما على المستوى الشخصي، وهو طبعا كان قد جاء إلى واشنطن ليؤكد بأنه ستكون العقوبات على إيران وأنه سيتم احترامها. ومن جهته الرئيس ترامب كان طبعا قد تحدث عن هذه الأمور. شكرا جزيلا لك الدكتور أمر الله أوسلو، الباحث في معهد أو في برنامج الدراسات التركية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، كان معنا من العاصمة الأمريكية.